جعفر العمدة الأنجح جماهيرياً في رمضان 2023؟ لماذا؟ استعاد ثنائي محمد رمضان والمخرج محمد سامي هذا العام النجاح الكبير الذي حققه سابقاً في مسلسلي الأسطورة ومسلسل البرنس بعمل جديد يجمع بينهما وهو جعفر العمدة. قتل العزف ابني، أنا مش عارف عايش ولا ميت. عايز أكمل الحكاية للآخر. لو الوضع عايش رجعهولي، ولو ميت ورينا فين قبره. عارفه مين اللي خده؟ اما سايب شغلك وسرح ورا بيت الرقاصه. ما كل واحد بيختار اللي من توب. مسلسل جعفر العمدة مشاهدينا تربع على قائمة الترند في مصر والدول العربية. في حالة فريدة كهذه أصبح الجمهور يتفاعل مع المسلسل بحماس مباريات كرة القدم. بكل صراحة نجح محمد سامي في خلق العديد من الأسئلة والصراعات حول البطل في قصة كليشيه ليست جديدة ولكنها مقدمة بذكاء. وحول أسباب نجاح العمل مشاهدينا فهي كثيرة جدا، ومنها التفاهم الواضح بين البطل والمخرج. محمد سامي يحب دائما صناعة أبطال استثنائيين بمواصفات خاصة، ومحمد رمضان أفضل من يقدم تلك الشخصيات ذات الطابع الخاص. ثانياً، شخصية البطل القوية والذي يحكم بين الناس بالعدل، وفي حالته هو الشرطة والقانون ومصدر القوة الذي يخشاه الجميع. بديدك على مراتي يا كريم. ثالثاً، الصراع الذي يعيشه البطل في الأحداث المثيرة، مثلاً ابنه الذي يبحث عنه طوال 19 عام يقف أمامه ولا يعلم أنه هو من يبحث عنه. صعبنا على أهلي، صار ما ابني تحط في كفة وأهلي تحط في كفة، كفة ابني اللي طب. يضاف كذلك مشاهدينا قصص خيانة المقربين له والصراع الدائم بينه وبين عائلة فتح الله. ختاماً، برأيكم هل من أسباب جديدة جعلتكم تتابعون هذا المسلسل؟